تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بزيارة إلى سلاح الجو الملكي البحريني ضمن احتفالات قوة دفاع البحرين بمناسبة الذكرى 54 لتأسيسها. فلدى وصول جلالته كان في الاستقبال صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، يرافق جلالته سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى، ولواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، والمقدم الركن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة. وقد حضر الاحتفال عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة كبار المسؤولين بالدولة، كما كان في الاستقبال سعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان وقائد سلاح الجو الملكي البحريني وعدد من كبار الضباط. سلام سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى. سلام. قف. استمدانتكم من صلاح حرس الشرف سي امرك سي حرس الى اليمين دور
قاتل إيل فر. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، حفلنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي صاحب الجلالة، نتشرف اليوم جميعاً بتفضل جلالتكم حفظكم الله برعاية حفل تدشين الطائرات الحديثة ومشروع تطوير طائرات الكوبرا الذي يأتي ضمن توجيهات جلالتكم السامية بتطوير مختلف الأسلحة والقطاعات العسكرية في قوة دفاع البحرين منذ التأسيس. كما تأتي هذه المناسبة تزامناً مع احتفالاتنا بذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين 54 المضيئة في تاريخ المسيرة الوطنية في الدفاع عن حياض الوطن. سيدي صاحب الجلالة، إن خير ما نبدأ به حفلنا قراءة عطرة من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الرائد مرشد ديني ناصر راشد القدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. صدق الله العظيم. سيدي صاحب الجلالة، يتشرف اللواء الركن طيار حمد بن عبد الله آل خليفة قائد سلاح الجو الملكي البحريني بإلقاء كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم
ويثبت أقدامكم، صدق الله العظيم. سيدي حضر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، عاهل بلاد المفدى، قائدنا الأعلى حفظكم الله ورعاكم. سيدي صاحب المعالي المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد بن سلمان آل خليفة، القائد العام لقوات دفاع البحرين حفظكم الله ورعاكم. أصحاب السمو المعالي، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لشرف عظيم يا سيدي بأن تحتضن قاعدة عيسى الجوي هذا الاحتفال الذي توجه حضور جلالتكم بمناسبة مرور 54 عاماً على تأسيس قوات دفاع البحرين، وهو يوم مجيد في تاريخ مملكتنا الغالية. 54 عاماً يا سيدي عامرة بالإنجازات في مسيرة البناء والعطاء والتطور. تزودت قوة الدفاع بفضل من الله ثم بفضل من توجيهات جلالتكم بأحدث وأكفأ منظومات القتال التي رفعت الجاهزية القتالية، وأصبحت قوة احترافية متميزة في جميع المحافل، وشهد لها كل العالم. وسوف تبقى قوة الدفاع شامخة كالجبال، سياجا وحصنا متينا للوطن. واليوم يا سيدي يسعد أبناءكم منتسبي سلاح الجو الملك البحريني مقدم جلالتكم لتدشين عدد من المنظومات التي دخلت للخدمة في سلاح الجو حديثا، وكذلك تدشين أحد منظومات طيران التي تم تطوير قدراتها القتالية. واغتنم هذه المناسبة لأرفع لمقام جلالتكم السامي نيابة عن منتسبو سلاح الجو الملك البحريني بجزيل الشكر وعظيم الامتنان على المكرمة التي تفضلتم بها على أبنائكم في السلاح، وهي الثلاث منظومات الأحدث والأكفى على مستوى العالم، والتي تم التعاقد للحصول عليها، والتي سوف تبدأ بعضها بالوصول تباعاً إلى مملكة البحرين. وهي أولاً منظومة الطائرات العمودية المقاتلة مشروع درع البحرين، ثم تصل بعدها منظومة الدفاع الجوي مشروع رماح البحرين، ثم منظومة الطائرات المقاتلة مشروع صقور حمد. ومع اكتمال وصول جميع هذه المنظومات سوف ترتفع القدرات القتالية للسلاح إلى أعلى مستويات الجاهزية القتالية. ونحن يا سيدي نعمل بكل الجهود وبتوجيه من سيدي صاحب المعالي القائد العام لقوات دفاع البحرين حفظه الله بإعداد جميع الكوادر وتأهيلها، كما نعمل بالإسراع في تنفيذ المنشآت الخاصة بهذه المنظومات. وأنني صاحب الجلالة أتعهد نيابة عن منتسب السلاح بأن نحافظ على هذه الأسلحة ونستخدمها أفضل استخدام في سبيل الدفاع عن مملكتنا الغالية، كما نعاهد جلالتكم بأن نكون جنودكم الأوفياء ورهن إشارة جلالتكم لتنفيذ أي واجب تأمرون به، ولكم منا كل الولاء والطاعة. حفظكم الله ذخرا لمملكة البحرين، وأطال الله في أعماركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم قدم صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوات دفاع البحرين إلى جلالة الملك المفدى رعاه الله هدية تذكارية بهذه المناسبة الوطنية المجيدة. بعد ذلك تفضل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى أيده الله بتدشين عدد من الطائرات الحديثة والمتطورة التي دخلت الخدمة في سلاح الجو الملكي، واطلع رعاه الله على عدد من الطائرات التي تم تطويرها، ثم تفقد أيده الله طابور عرض طائرات السلاح. وأعرب جلالته عن تهانيه وتقديره لجميع ضباط وضباط صف وأفراد سلاح الجو الملكي البحريني بهذه المناسبة الوطنية المجيدة في تاريخ البحرين. وأضاف جلالته: إننا نقدر ما يبذله جميع منتسبي قوات دفاع البحرين حماية لمنجزاتنا الحضارية وأمن المواطنين ووحدتهم الوطنية بكل كفاءة وعزيمة صادقة، فهم درع الوطن المنيع وموضع الفخر والاعتزاز دائما. مشيدا أيده الله بمساهمات رجال سلاح الجو الملكي البحريني البواسل في العديد من المهام السامية التي يشاركون فيها مع الدول الشقيقة والصديقة دعما للأمن والسلام في المنطقة تحت مظلة الأمم المتحدة. مقدرا جلالته لرجال سلاح الجو ما أبدوه من كفاءة عالية وعزيمة صادقة لأداء الواجب على الوجه الأمثل ومواجهة المخاطر بشجاعة فائقة، رافعين راية وطنهم شامخة في كل الواجبات التي توكل إليهم.
مؤكدا جلالته الحرص على استمرار تعزيز منظومة الطيران بسلاح الجو الملكي البحريني وتزويده بأحدث الأسلحة والمعدات المتطورة ضمن خطط تطوير مختلف أسلحة قوات دفاع البحرين، مواكبة لما أبداه رجالها البواسل بكل اقتدار للقيام بواجبهم المقدس. هذا وقد رفع الجميع إلى جلالة الملك المفدى القائد الأعلى أسماء التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى 54 لتأسيس قوات دفاع البحرين، معربين عن شكرهم وامتنانهم على الدعم والمساندة المتواصلة التي تحظى بها قوة الدفاع البحرين من لدن جلالة الملك المفدى حفظه الله، سائلين الباري عز وجل أن يحفظ جلالته ويرعاه لمواصلة هذه المسيرة المباركة التي تشهدها مملكة البحرين العزيزة في عهد جلالته الزاهر في كافة المجالات.